Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya marilah kita bersama menjiwai alunan ayat suci Al-Quranul Karim yang menenangkan oleh peserta kedua dari surah An-Nur bermula ayat 21. والآن أيها الحضور الكرام سنعيش هذه اللحظات الكريمة مع المشارك الثاني لهذه الليلة والذي سيتلو علينا ما يتيسر له من سورة النور ابتداء من الآية 21 فليتفضل مأجورا. Dengan hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين
ألا تحبون أن يغفر الله لكم الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم ورزق كريم
صدق الله العظيم. Oleh saudara Pengiran Muhammad Amirul Aiman, Pengiran Haji Marzuki dari negara Brunei. Kunna qabla qalil ayyuhal hudhurul kiram ma'a tilawatil karimati min kalami rabbil alamin talaha alaina alqari'us sayyid Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Al-Haji Marzuki al-musyarik min Sultanati Brunei Darussalam.